السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. معكم نير القريشي، طبعا حاليا أنا في دولة الفلبين تمشية واستكشاف وتمشي فيها ونشوف. طبعا اليوم أبطر بعد شوية من سوق اسمه الجرين هيلز. طبعا الجرين هيلز هذا يمتاز بالبضائع الرخيصة مثل الملابس، جوالات، اكسسوارات، أي شيء تبيه أنت، بس تدخل هناك وتطب وتخير. قوم معنا وشوفوا اللقطات الجميلة اللي بصورها بعد شوي لكم، هيا بينا. طبعا حجزنا عن طريق تطبيق جراب ونبي نشوف ايش يصير الحين. السعر، الأسعار عندهم حلوة وجميلة، والأجواء اليوم في الفلبين حلوة، ما هي بذيك الحر ولا هي بذيك البرد، يعني معتدل، وفيها اليوم سحاب ومطار، ونشوف ان شاء الله. طبعا اخذت جراب تاكسي ورايحين ذحين الجرين هيلز. طبعا السعر طالع علينا تقريبا 425 بيسوس، الظاهر بما يعادل 35 ريال تقريبا يعني. فنشوف، يعني الاسعار عندهم جميله. طبعا بعيد جدا من هنا، تقريبا 13 كيلو 30 ريال حلوه. سوالف حقنا، فانتظرونا ان شاء الله. طبعا توصلنا الحين الى سوق الجرين هيلز، نتمشى فيه ونشوف. وزي ما تشوفون السوق قدامنا، بس اول ما توصل الجرين هيلز لازم تمر على الحبيب ستاربكس. فناخذنا قهوة ونرجع لكم بعدين ان شاء الله. طبعا اول ما تجي في الجرين هيلز، السوق كبير مره، السوق كبير مره، فناخذ اول شيء استراحه، نمر على ستاربكس وناخذ من عندهم بعد دارك شوكليت عشان نتنشط ونتجدد. طبعا لا تنتبهون اصوات اللي برا، هي لا تستغربون، في الفلبين هي ازعاج واصوات وبواري ودنيا، بيجونكم ناس يطلبون منكم تشترون منهم اغراض وزي كذا. يعني إذا تقدر تشتري الأغراض منها اشتر، أو تدفع له بدون شيء تقريبا يعني 7 ريال. يعني مثلا يبيع لك قلم 3 أقلام بما يعادل 7 ريال، إذا بغى تشتريها تشتريها، وإذا ما بغى تشتريها تعطيها صدقة. فالحين ناخذنا دارك شوكليت وإسبريسو مشروبي المفضل، والعصير بعد أيضا المفضل هذا، ما ادري ايش يسمون هذا، وش ذا؟ دقيقة شوي، هذا بيتش و والله ما ادري، بس انها عصير جميل ولذيذ زي ما تشوفون. فان شاء الله عاد نوافيكم بالجديد، ناخذ نطاقة وننطلق للسوق.
السلام عليكم ورحمة الله. طبعا اليوم بما انه اول فلوق الجو رطوبة وحر، بما انها اليوم اول فلوق لي وكنت متحمس اني اصور جرين هيلز في الفلبين، التلال الخضراء، اسواق التلال الخضراء في الفلبين، قاعد اصور من عند ستاربكس وتمشى وصور المحلات من برا. يوم جيت دخلت مع المدخل فيه سكيورتي، فقال السكيورتي ممنوع التصوير داخل. قلت ليش؟ قال ممنوع، الكاميرا الكبيره ممنوع. حاولت اني ادور لي طريق اني مثلا تكفى اسمح لي خلني اصور، ورفض مره، قال ممنوع منع تام. فتحملوني يا جماعه الخير على التصوير، المونتاج اللي بنزله بعد شوي ان شاء الله انه ينال استحسانكم واعجابكم، وانتظرونا في الفلوقات الجاية قريب اللي راح نصورها بعد كم يوم، الفلوق الثاني والثالث والرابع. دام اني ما زلت في الفلبين، اي مكان يمديني اصور فيه بصور وانزل لكم فلوق فيه، فانتظروني. واشكركم على متابعتكم لي، وفي امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم متابعين الأعزاء؟ اليوم راح أفيكم من أمام الأوشن بارك، معنا مشاركة لطيفة السيدة هذه. ألو، how are you؟ راح أفيكم اليوم من أمام الأوشن بارك. طبعاً اليوم كانت نيتنا نروح المانيلا زو، بس ما أمدانا لقيناهم مسكرين، فالحين ما في إلا نروح الأوشن بارك ونشوف. فهيا بنا. طبعا الحين بنخش على الاوشن اكيوريوم، ما ادري ايش يسمونه، يعني السمك. فهيا بنا.
شاء الله تبارك الله. المكان هنا الاكواريوم جميل جدا، جميل 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 جدا. يعني من جالس في مكان كذا وتشوف السمك يمينك ويسارك، سبحان الخالق. طبعا هنا بجرب تجربه من نوع جديد، تجربه اني احط يدي في صحن صغير للسمك، فنشوف الحين وش يصير. معنا سيد قرش، شوفوا سيد قرش، الأسماك الجميلة. وإذا مريت الأوشن بارك لازم تمر على الواجهة البحرية تطلع عليها وتشوف. ما زالت التغطية ماشية مستمرة، يمكن اخذ لي بعد شوي وجبة خفيفة او قهوة او اسبريسو ونشوف. طبعا اذا دخلت الى قسم عالم الثلج لازم تمر على سيد الطريق. في عندهم محل تسوق داخلي تقدر تتسوق منه اللي تبغاه، مثلا قطع تذكارية، هدايا، أي شيء. هنا هذه سيارة الفلبين المشهورة يسمونها الجبني. أخذناكم في جولة قصيرة منوعة مشكلة، ووريناكم بعض الفيديوهات للسمك، سمك القرش. بعد شوي بنمر نشوف إذا لقينا طيور أو لا، ما ندري.
وبعد وجبة الغداء اللي أخذناها قبل شوي عقب الجولة البسيطة واللطيفة اللي تمشيناها قبل شوي، لازم تمر عند أقرب محل كافي أخذ منهم إسبريسو. هذا يا جماعة الخير إدمان، بالنسبة لي الإسبريسو إدمان. طبعا أول ما تشرب، إذا ما قلت كذا مو بصل مزبوطة، فنتاستك. طبعا الحين عندهم عروض للطيور اللي نشوفها الحين، خلوكم معنا. كذا يا جماعة الخير وصلنا إلى نهاية الفلوق رقم 2 اللي كان في أوشن بارك، ونشرب عصير الموغو موغو بالكوكونات. بسم الله. دائما يفوز عصير، وتشوفون هي عصير الموغو موغو. إلى أن نلقاكم في فلوقات جاية قريبة، كان معكم نير القريشي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Always think of you when spring comes, like it's something in the air at that time. Don't know why. Always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me back to the time. Met you on a Friday, halfway out at the door of the club, playing soul on the weekends. Stayed in bed till Wednesday, fell in love with you right there and then. I was young, couldn't see that. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم متابعين الأعزاء؟
معكم منير قريشي في تغطية جديدة فلوق رقم 3 من أمام ملاهي ستار سيتي. بعد شوي بجرب اللعبة اللي وراي هذه بشوف. نتزود بالطاقة ورانا لعب سبير. دخلت ملاهي ستار سيتي لازم ترجع ايام الطفولة وذكريات الحلوة والجميلة. ما يمنع تلعب وانت كبير، شو المشكلة؟ العمر مجرد رقم. عام 2018 جيت اللعبة هذه ورفضوني بسبب وزني الزايد. اليوم وبعد 4 سنوات بعد ما خفت وزن، امزح عليكم، بعد ما كممت صار وزني الحمد لله يعني مناسب. بجرب اللعبة الخطيرة والجميلة هذه. وبعد ما جربنا اللعبة اللي قبل شوي دوختنا، بسم الله وناخذ عصير المبرد. بسم الله. وبعد شوي بروح لعبة الرول كوستر، ما ادري يسمونه قطار الموت، بنجرب ونشوف. الظاهر يسمونها الدويلة الكبيرة. وش المانع لو تذكرت ايام الطفولة؟ اتوقع في حريق صار للملاهي ستار سيتي، ما ادري بالضبط يا هو 2019 يا هو 2020 بهالحروة. ملاهي ستار سيتي الحين جددوه ما شاء الله تجديد كامل.
بعد الفرة هذه واللعب كله لازم تمر وتاخذ مينجو آيس كريم. معلومة يا جماعة الخير، الفلبين ما زالوا إلى الحين يستخدمون الكمامات، يعني تمشي في الشارع بدون كمامة مخالفة. وبكذا يا جماعة الخير وصلنا إلى نهاية فلوق رقم 3 في ملاهي ستار سيتي، إلى أن نلقاكم في فلوقات جميلة وشيقة. كان معكم نير القريشي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم أو مساءكم بكل خير متابعين العزاء. المعذرة منكم في الأيام اللي راحت، يعني تقريبا يومين أو شوي جتني ظروف صحية وتعبت شوي، لكن الحمد لله الأمور تمام. أنا الآن في مدينة باغيو. مدينة باغيو تعتبر من أجمل وأبرد الأماكن في الفلبين عامة. الحين جالس أتمشى في الساحة زي ما تشوفون. تعتبر مدينة باغيو من أجمل وأبرد الأماكن، والسواح يزورونها بشكل كثير. وإذا تشوفون هي من أحد العروض سبايدر مان، ومعنا السيد سبايدر مان. How are you? How was your day? Very good. Yeah. Welcome to my vlog. Thank you. You will be in my universe. No problem. Yeah. Salam, salam. Stay tuned. Have a great day. Thank you. وزي ما شفتوا قبل شوي، هذه سيارات الجبني عند الفلبين، تعتبر من أقدم المواصلات، يعني زي ما يسمونها تاكسي قديم. ممكن أنها 1970 أقدم أبكر، ما عندي خبر، لكنها قديمة جدا وما زالت تستخدم في الفلبين كجزء من المواصلات. وحنا في 2022. أنا الحين بدخل حديقة يسمونها حديقة بيرنهام بارك. يمديك تمارس الأنشطة الرياضية مثل ركوب الدراجة، زي ما تشوف الشباب هنا راكبين دراجاتهم يلعبون ويستمتعون بأجواءهم الجميلة. بالإضافة إلى ركوب الدراجة قبل شوي، في عندهم الأنشطة المائية زي ما تشوف الخلفي، ركوب القوارب الصغيرة وتنزه فيها والاستمتاع في هذه الأجواء الجميلة المشمسة، لأنها بالعادة تكون أجواء ممطرة وباردة، لكن اليوم صادفنا الحظ وكان الجو يعني ما شاء الله مشمس وجميل جدا. We used to days.
إذا حبيت تنضم للعادات والتقاليد الفلبينية فبإمكانك تشارك أو تلبس الزي حقهم، اللبس الفلبيني التقليدي الممتاز والجميل. يكون معنا في الجولة التعريفية هذه عن الملابس والعادات الفلبينية السيدة هذه، أنا أمك أمه؟ دوري آيرين. عندنا دوري وعندنا آيرين. Okay, can one of you explain what is this clothes for? Used for what? Can you tell me what is this one for? Like for example, this one. This is chaleco. Chaleco and bahar. And the bahar. And this is a attire for male. For male. Attire for male. For male. Yes. For lalaki. Para sa lalaki. What about babae? Is ano nang tawag dito? Tapis. Poncho. Tapis, so, babae, and ito, poncho, Irene. Poncho. Poncho. Okay, that's and good. This is for the girls, tapis. And lalaki, how many pieces? Is it lang? No, poncho also. We have for male, poncho. فيقول اللبس الفلبيني اللبس الفلبيني للرجل وللمرأة يعتمد على قطعتين علوي وسفلي. And what is this one, ma'am? Necklace. Like a necklace. Yeah, that is and unisex. Ah, okay. Male and female. And this one is a tie. Yeah, for the head. Ah, okay. Like this for male. Okay. For the male, for the lalaki, male. Yes, for the lalaki. And babae. Babae is this one. Ah, bulaklak. Yeah. Bulaklak. Yes. A dress with flower. A dress. It's sunflower. Wow, that's very good. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neil Qureshi من باقيو الفلوق رقم 4. أرحب فيكم. يعطيكم العافية. طبعا هذا اللبس اللي ما تشوفون اللبس المعتاد يعتبر عن قطعتين، جزء علوي وجزء سفلي. مو بهذا اللبس الأساسي حقهم، اللبس الأساسي بيكون أكبر من كذا. طبعا تقريبا الجسم لازم يكون عاري تماما. زين؟ مع ال يسمونها ذي الظاهر قلادة مع الريش هذه كأني من الهنود الحمر. أقول لك السلام ورمي كذا. تجي حديقة بيرنهام بارك وتشوف القوارب هذه ولا تجربها ممكن متعة ما عاد تعوض. اليوم صار فيه تحريك عضلات كثيرة، يمين يسار في وسط النهر هذا. يا رجولي فخليها على الله. وفي قوارب غيرنا بعد لنصدمهم بعد. سبحان الله الجو عندنا مطر وبرد قوي جدا، الآن سبحان الله مشمس وحر، وهي باقيو تعتبر أبرد مدينة في الفلبين. زي ما قلت لكم في بداية الفلوق كان عندي ألم في الحلق بسبب تغير الجو، ما أدري هل هو بسبب أني من حار إلى بارد أو أن الموسم هذا والشهر هذا موسم الفيروسات وكذا. أنا أعتذر منكم إذا ما غطيت باقيو بشكل كامل. والآن أنا في مطل يسمونه مينس فيو، قاعد أتمشى وشو ما شاء الله كأنك على قمة جبل الظاهر في الجنوب وزي كذا. خلنا ناخذ لقطات ونشوف.
جالس اجرب اركب الخيل والله يستر لا اجيب العيد ووقف. احلى تحيه لكم شباب. الان بنزل تحت في الوادي ما ندري ايش تحت لكن بسم الله. أمام المكان الجميل هذا من المطل في ماينز فيو أصور لكم المتعة حيث أن الناس كلها هنا مستانسة ومبسوطة. وإذا مريت الماينز فيو لا تنسى تمر الأسواق عندهم تتقضى منها بعض الأغراض والهدايا لأصحابك وأحبابك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء، معكم نير القريشي في الفلوق رقم 5 في الأرياف في مدينة مكة ليلون. أول كنت أصور بالكانون EOS R بس كان فيه اهتزازات وكذا، الآن أصور بالجو برو 11. طبعا أحب أشكر أخوي اللي دعمني في الفلوق هذا واشترى الجو برو 11 الله يعطيها العافية. فابقوا معنا في التغطيات القادمة وراح نغطي مكة ليلون في الأماكن السياحة حقتها، بنشوف وش الأماكن الجميلة فيها، فابقوا معنا. طبعا مدينة مكة ليلون كاملة كلها ما فيها إلا هوتيل واحد يسمونه نسيتا هوتيل، أتمنى أني جبت الاسم صحيح. وهذول الشعب اللطيف. Say hello. Say hello to my vlog. Hello. Ate. Say hello. Hello. في منطقة جميلة هنا زي ما تشوفون الخضار وراي يمين ويسار. يوم دخلت المكان هذا في منطقة ما أدري يسمونها. Can you tell me أنون بغلومه؟ إيان، فرانسيس إيان. فرانسيس إيان معنا التور جايد فرانسيس إيان، هو اللي بدلنا اليوم على الأماكن داخل مكة ليلون.
طبعا وراني المكان هنا جميل زي ما تقول زي المائدة وجلسة وفيها مجموعة أشخاص جالسين. إيان as you see this one is like a table, big table, Malacan table. So can you tell me, explain to me what they call this one in English? The last supper. Yeah. The last supper معناتها العشاء الأخير. ف I can go inside and see. شوفوا معي في المكان هذا. So Ian, in English, the name of this mountain, they call it the mountain? Yes. The mountain of what? Mountain of faith. The mountain of faith. يعني جبل الإيمان. طبعا بناخذكم أنا والتور جايد Ian, بناخذكم الأماكن ثانية. نعرفكم فيها على مكاليلون. خليكم معنا. ومن داخل شوارع ومحلات مكاليلون زي ما تشوفون هنا بنروح المكان يسمونه Hanging Bridge, الجسر المعلق. Hello. This is view is so very beautiful. So from Maganda. I don't know how to go. حرفيا الجسر يهتز. أنا خايف إنه يوقع. طبعا في ناس رايحة جاية فيه يتمشون. في أعمال صيانة. يسمونها صارب. So Ian, they call this what? The hanging bridge. Hanging bridge. Okay. How many years this one? Almost 30 years. More. Very old. Very old. الجسر هذا قديم جدا. لأكثر من 30 سنة وما زال إلى يومك هذا يستخدم. شوفوا المناظر الجميلة في مدينة مكاليلون الصباحية. أحد الأماكن التاريخية الجميلة اللي بالصدفة أنا داخل مكاليلون أتمشى ولقيتها هذه يسمونه لايت هاوس اللي ظاهر برج النور أو زي كذا أو بيت النور. They call this one the lighthouse. Lighthouse. It was built what date? 1855. بنيت في عام 1855. عشان أوريكم الإثبات يا جماعة الخير شوفوا. 1855. الفلبين عامة تشتهر بأشجار جوز الهند. شوفوا
الجو حار هنا في مكاليلون، ما أدري إذا تسمعوني في أصوات الرياح. أجرب الجو برو 11 بدون ميكروفون خارجي، إذا ضبط الصوت في الفلوج هذا كملت الفلوجات الثانية بالطريقة هذه، إذا كان الصوت يعني مو واضح الوضوح الكامل فاضطرني فيما بعد آخذ ميكروفون خارجي. What do they call this place? Seawall. 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 How to explain it in Arabic? Seawall يعني الجدار البحري. شفتوا كيف؟ الحين بدخل على المقبرة قديمة عندهم في المكاليل. طبعا الشخص اللي بنى المقبرة هذه اسمه بادري بابلو باريليو. باريليو الجي حرف الجيم طبعا ما ينطق عندهم في لغة التقالب. هو اللي تبرع وأنشأ هذه المقبرة لهم. مثل ما وريتكم قبل شوي المقبرة اللي في مكاليلون، في عندهم مقبرة أقدم. How many years this cemetery? This one is very old than the one Canina. ديبا. This one Muna. Yes. First. The number one cemetery. This one second. طبعاً تشتهر مدينة مكاليلون بأسواق السمك الفريش اللذيذة والجميلة. بوريكم على السريع أسواق السمك هنا. How are you, sir? How's your day? What's the name of this fish? Galungum. Jiji. And this one? Bangus. Bangus. Melky fish. Ano? Lang buta. Doktor. Okay. وبعد سوق السمك اللي شفتوه في هنا تشيرش قديم يعتبر أثري. وأنا أتمشى داخل الغابة الريفية بالصدفة مرت على سيد من؟ سيد جاموس، يسمونه بالفلبيني كارباو. أبغى أجي جنبه بس خاف أنه ينطحني. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفلوق رقم 5 من مدينة مكاليلون. انتظروني بسوي فلوقات قادمة في مدينة كتناون ومدينة كوماكا، إلى أن نلقاكم في فلوقات جميلة شيقة ورائعة. كان معكم نير القريشي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقندن وماقا سائل ليون لاهت. أعزائي المتابعين، مرحبا بكم في قناة منير القريشي في الفلوق السادس. اليوم إن شاء الله تغطيتنا تكون في مدينة كتناون. ابقوا معنا.
رحلتنا اليوم راح تكون رحلة بحرية استرخائية استجمامية. أتمنى أنكم تستمتعون معي بالأجواء الجميلة، وإذا في شيء أعرفكم عليه أعلمكم أنا بعد شوي. إذا وصلت الشاطئ البحري الله يكرمك ارمى نعولك وامشي حافي القدمين زي كذا. يقولون انها مفيدة، انا ماني فاهم في الطب. نجرب تنشط، نحفز الخلايا الداخلية. زي ما تشوفون في حصى تحت، شكلي بشرح البربوع. انا ابي اوريكم الصلع، بنزلها بس عشان اللقطة ما تنسى. مرحبا بكم في مدينة تتناول البحر والحصى، كان يوجعني وراح اسبح. خليكم معي، هيا بنا الى البحر. شوفكم بسلقة، هيا بنا. اللي يبغى يجي للمنتجعات البحرية وده يسترخي ويجلس ويريح قبل يطفى البحر، فممكن ياخذ مثل الجلسات هذه. شلسة جميلة ومصنوعة ظهر من خشب، اتوقع انها من خشب البامبو، عاد رح دوروا وش معنى البامبو في العربي. المهم انها جلسة، شوفوا ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله، جلسة حلوة وجميلة. الجو برا حر لكن الجلسة داخل ما شاء الله تبارك الله، كأنك وين داخل غرفة باردة. على ما قال فلان منير ابروفز، عقب ما تخلص من البحر من السباحة وكلك موية مالحة وكذا، بإمكانكم الله يكرمكم عندكم دورة مياه وتتروش في نفس الوقت، أو عندكم المغاسل. وفي جلسات ثانية طبعا، اللي يبغى جلسات كبيرة واللي يبغى جلسات صغيرة هذه موجودة كلها هنا، وكل واحدة لها سعر مختلف. شوفوا زي الكبيرة هذه ما شاء الله، هذه تكفي تقريبا 15 نفر، عائلة كبيرة. كنت أنا دائما إذا جيتها أجي للبحر دايركت، لكن بحاول بعد شوي إني أدخل المدينة وأشوفها. طبعا من هنا تجي زين وتروح زي ما تشوف، إن بغيت تروح قدام بعد أو إن بغيت تأخذ لك ريزورت، وهذا مدخل ريزورت كيف؟ هذا سيد كلبي يشوف فينا العين. هلو مستر دوغ، واريو. طبعا وقت الاكل عندهم شيء مقدس، اذا جاء وقت الغداء او الفطور او العشاء او اي وقت ما يفوتون دقيقة، لازم ياكلون. زي العالي وش داخل قاعد ياكلون، شوفوا. وانا بعد بروح اتغدى، بروح اخذ لي لقمة خفيفة، بتعود مثلهم. الله يزين البراد. عقب ما دخلت الماء المالح قبل شوي والحين جتني كذا نسيم بارد، هواء بارد منعش، بس لازم بعد شوية تروح تروش من الماء المالح. الفلبين عندهم مطاعم كثيرة، ولكن من أشهر المطاعم حتى عندنا في السعودية يمكن مطعم أو مطعمين أو فرع أو فرعين. مطعم إيش؟ مطعم جليبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين أعزاء، مرحبا بكم في قناة نيرة قريشي في الفلوق رقم 7 في مدينة قماكة. أول مكان راح نمر هنا يسمونه البي واك. كالعادة التور قايد حقنا سان فرانسيسكو إيان اليوم راح يأخذني على مدينة قماكة ويعرفنا. في الفلبين في عندهم رياضة مشهورة في قماكة كتناون أي مكان في الفلبين اللي هو الكاك فايت. إيش هو الكاك فايت؟ مضاربة الديك. في مكان بروح هنا أعجبني ما أدري وش بشوفه. على قولة إيان يقول old house يعني بيت قديم. زي ما تشوف المكان هذا قديم جدا، بني عام 1981، والكلام هذا المكتوب اللي تحت هذا مكتوب بالتقارب ماني فاهم عليه. كوتان سان جيجو. وهذه جامعة قماكة. والله هذه كالعادة الجبني، سيارات الجبني القديمة الأنيقة اللطيفة. قاعد أتمشى بالصدفة داخل مدينة قماكة فلقيت زي النادي للرقص، بوريكم بعض اللقطات الجميلة منها. مشى داخل مدينة قماكة ولقيت ستريت فود، hello sir how are you? I'm fine. You know English? I know. Conti? So can you explain to me Anu? Come. This one, sir. Anong pangalan? Chicken balls. And this one? Isaw. And this one? Fried... Logo. Blood chicken. Blood chicken عندهم هني معتقد انهم يشون اللحم ويحطوا معه دم الدجاج. يسمونه blood chicken. طلبت اثنين اتلوك. كيف تقول تطلب الاتلوك بالفلبيني؟ تقول له الدلاون اتلوك. بيطبخ الرجال الحين الكويل ايج. بيطبخ الرجال الكويل ايج ونشوف كيف يطبخها ويزينها. الطريقة المعروفة إذا كنت من أكل الشوارع تقول بسم الله.
بعضنا ونقول بسم الله الله يستر. منير ابروفز. مرة دخلت محل يبيع تلفزيونات و وغسلات وثلاجات وكل شيء. مريت محل عشان اشوف فيه اغراض وكذا وفجأة سبحان الله نزل علينا مطر. شوف ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة منير القريشي. راح أخذكم على أماكن الجميلة داخل مانيلا باي وتشوفون معي من خلال عدسة الجو برو 11. بالمناسبة صورت من الفلوق الخامس إلى الآن في الجو برو 11. أبي رأيكم كيف التصوير، هل هو كويس ولا عادي، ولا أرجع الكاميرا القديمة اللي فيها اهتزازات كثيرة. أول لقطة نأخذها من مانيلا باي. مانيلا باي بالعربي معناته خليج مانيلا. كالعادة لازم كل صباح مشروبي المفضل اسبريسو. رحلة البحث عن اسبريسو داخل مانيلا باي، اشوف اذا عندهم. ولكم يا متابعين قناة منير القريشي أكبر قلب في مانيلا باي. أنت إنسان حبيب تحب، والحب طبيعي طبعا بجميع البشر. الغريب لقيت شيء هنا في مانيلا باي كل هذه أقفال عن المحبين والعاشقين. جوي Heart, love, joys. I don't know. Oh, jet, heart, joys. إذا كان الاسم صحيح. في أشياء قديمة هنا. شوفوا. الله يعين بس. كل هذا حب. شوفوا شوفوا الأقفال. لكن نير أبروفز إذا تحب وش المشكلة. حب حتى في أزمة كورونا في خليج مانيلا وعلى الرصيف في خليج مانيلا حاطين لك طبعة صفراء، معناتها خل بينك وبين الآخر مسافة بالإنجليزي.
وما زالت رحلة البحث عن إسبريسو مستمرة. زي ما تشوفون المطاعم اللي وراي كلها أغلبها مسكرة لأن ما في ناس، دراسة، عشان كذا ما يفتحون. وما زالت رحلة البحث عن إسبريسو مستمرة. رحت الجهة هذه أغلب المطاعم مسكرة، أروح الجهة الثانية جهة ملاهي سكاي رانش، أروح أشوف يمكن عندهم كافي، أبى أشوف. في خليج مانيلا أكثر شيء حصلته القطاوة، ما أدري يبيلها تونة، ما أدري. وأبشركم أخيرا لقيت قهوتي المفضلة الإسبريسو، هالمرة بأخذها من ستاربكس. مع الإسبريسو كل صباح لازم نحليها. عارف انك بسكوت وبعد شي بيجعني ضرسي. يلا الدنيا وناسة والدنيا حلوة والحياة ماشية والاغنية فوق شغالة فوق راسي، يا رب ان اليوتيوب ما يسوي عليها مونتايز. وبالمناسبة يا جماعة الخير، ترى هذا راح يكون اخر فلوق لي في الفلبين، راح نصور ان شاء الله فلوقات ثانية لما ارجع السعودية، وإن شاء الله بصور فلوقات لما أرجع فلبين مرة ثانية السنة القادمة إذا الله أحيانا. إذا كنت في خليج مانيلا أو مانيلا باي، بإمكانك الاستمتاع بالأجواء الجميلة والطبيعة بدون جيعان. إذا إنك جيعان عطشان تمر على الكشكات، هنا كشكات البطاطس، سندويشات، شاورما، بوب كورن، أي شيء، عصير الليمون، الأجواء هذه ولا أحلى.